السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا اليوم المحاضرة مالتنا مالت الهيلث اسسمنت اوف ذا هارت سيستم، تقديم الأستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد، كلية تمريض، فرع تمريض البالغين. طبعا انتو شباب مثل ما انه تعرفون بالهيلث اسسمنت، انه احنا قبل ما نبدي الهيلث اسسمنت لازم نحكيكم على الاناتومي. طبعا والاناتومي احنا اذا ندخل به بالاعماق فيرادلنا ساعات، بس انا احكي لكم شيء مختصر. اللي المطلوب من عندكم يعني انتو تعرفون هذا من قبل بالدراسة، سواء كانت بالبرايمر سكول او بالسكندر سكول او بالعام بالمرحلة الاولى بالكلية، انتو ماخذين الاناتومي مالت الهارت وداخلين بأعماق وتعرفون بان الهارت يحتوي على فور تشامبر اللي هو الليفت اتريوم والليفت والرايت اتريوم والليفت فنتركل والرايت فنتركل، وتعرفون ايضا انه الدم يجي من البولميناري اللي هو الدم المؤكسج ويمر عبر البولميناري فازلز الى الليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم بعدين يصير مرحله الكونتراكشن فيمر بيسنج اوف ذا بلاد عبر through the mitral valve. المايترال valve تعرفون هو الفالف اللي يصير بين left atrium وبين left ventricle. بعدين براها طبعا يمن يمر الدم فحين هنا بنفس الوقت يكون الدم قد جاي من كل أنحاء الجسم، الدم الغير مؤكسج إلى inferior vena cava الوريد الأجوفي السفلي وإلى superior vena cava الوريد الأجوفي العلوي، فيدخل الدم إلى الرايت أتريوم. بعدين براها تصير مرحلة الكونتراكشن، يعبر الدم عبر بيسنج ذا بلاد ثرو ذا أتراي كاسبد إلى الرايت فنتركل. فهس هنا حينسدن التراي كاسبد والمايترال فالف، فيمن ينسدن يمن يصير كلوجر بالمايترال فالف والتراي كاسبد حيظهر لنا الصوت اللي هو الاس 1. بعدين براها شي يصير انه حصير مرحلة الكونتراكشن، يصير مرحلة السيستوليك يعني معناته التقلص، فيمن يصير التقلص بالبطينين اللي هو الليفت فنتركل والرايت فنتركل حيندفع الدم عبر الأورتيك فالف لكل أنحاء الجسم وعبر البولميناري فالف إلى الرئتين. فهنا يمن ينسدن هذني الفالف، يمن يصير تقلص بالليفت فنتركل وبالرايت فنتركل يندفع الدم الى الاورتا والى البولمر، بعدين حتنسد هذني الفالفات اللي هو الاورتيك فالف والبولميناري فالف، فينتج الصوت اللي هو صوت الاس 2. فهاي يا شباب هي نبذة مختصرة عن هذه التشريح مالت القلب. شباب احنا مثل ما نعرف من الهيلث اسسمنت يحتوي على السبجكتيف داتا والاوبجكتيف داتا. بالسبجكتيف داتا احنا اول ما نجي نسأل على الكارن سيبتوم. بالكارن سيبتوم نسأل do you experience chest pain describe، يعني قول لي اذا كان عنده الام بصدره فاوصف يعني تشيس بين ديش. نسال هذا السؤال لانه تشيس بين احتمال كان بي كارديك بولميناري ماسكولار او جاسترا انتستينال ان اورجن، قد يكون هذا المصدر مالت البين قد يكون اما كارديك او قد يكون رئه او قد يكون السبب جي اي تي اك جاسترو انتستينال معوي. نسال المريض do you tire easily or experience، يعني هل هو يعاني من التعب؟ ليش نسال هذا السؤال؟ لان الفتيك يمكن may be result of from comparison
كارديك أو تبوت، يمكن أنه قد يكون الفتيك هو واحدة من علامات الناتج القلبي الضعيف. نسأل المريض أيضا بعدين إحنا ما زلنا بالكارس سبتم، حنسأل المريض Do you have dyspnea؟ dyspnea هي difficult breathing or shortness of breath. ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه dyspnea may be result from congestive heart failure، يعني تخلوني إشارة على dyspnea وتربطوها بالcongestive heart failure، أو يعني أو إنه قد تكون واحدة من علامات البولمينر disorder، تخلوني إشارة عليها تربطوها بالdyspnea، أو قد تكون واحدة من علامات الكورناري أرتر ديزيز تربطوها بالdyspnea، أو المايوكارديال انفاكشن تربطوها بالdyspnea، وقد الdyspnea تحدث أثناء الريس أدرس أو تحدث during sleep يعني من ما حد ينام، أو قد تحدث ويا الاكسيرشن. يعني احنا مثل ما قلنا تذكرون يوم قلنا انواع الدسنية قد تصير أذرس، يعني واحد ينام ويقعد بعدين مزوع يصير عنده ضيق بالنفس فديورنج سليب، او قد تكون هاي او قد تكون عندنا ويا الاكسيرشن يعني من يبذل جهد تصير عنده دسنية. ايضا من ضمن اسئلتنا بالكارس سبتم نسأل المريض Do you experience nocturia؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه enhanced renal perfusion during period of rest may be bronchite nocturia، لأنه قد يؤتي تعزيز التروية الإكليلية خلال فترات الراحة إلى التبول الليلي، فنسأل هذا المريض هذا السؤال. نسأل المريض Do you experience palpitation؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه palpitations may be occur with abnormal heart with abnormal heart conduction system، لأنه قد يحدث الخفقان مع خلل نظام التوصيل الكهربائي during the heart time أثناء محاولة القلب to increase the cardiac output، يحاول أنه يزيد النتاج القلبي بزيادة معدل ضربات القلب by increase the heart rate. يعني هسه أنتوا تأشرون على الخفقان وتأشروه شنو العلاقة with abnormal of heart conduction system، يعني بالعلاقة عندنا بالخلل نظام التوصيل الكهربائي. زين نسأل المريض Do you experience dizziness؟ يعني انه يحس انه بدوران. ليش نسأل هذا السؤال؟ لانه dizziness يعني indicate decrease بال blood flow to the brain and put the patient at the risk of يعني انه يمنع dizziness دلالة انه على قلة وصول الدم إلى الدماغ، وهذا هو يعتبر واحد من الريسك اللي فيه سقوط المرضى، دورات المرضى يمشون ويسقطون، فليش لأنه توصل لدماغهم كمية الكافية من الدم، فهتان تربطون شباب الدسينيس بالديجريس بلاد فلو تو ذا برين، وبالتالي تربطوها بال فالس سقوط المريض. نسأل المريض Do you experience swelling in your feet and ankle or leg؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه swelling in the lower extremities تخلوني إشارة وتربطوها بالheart failure as a result of the heart failure.
هسه احنا خلصنا من الكاري سيمبتوم، هسه حنسأل على الباص ميديكال. هسه نسأل المريض have you been diagnosed with the heart defect or murmur، يعني انت قبل تشخيص انه انت عندك بالهارت بس ديفكت، بس بي كونجنتال هارت فيلر، كونجنتال هارت ديزيز، يعني عندك بس عيب قلبك او اكو صوت غير طبيعي. زين ليش نسأل هذا السؤال؟ لأن يكون genital or choir defect affected the heart ability to pump and decreasing oxygen supply to the tissue. لأن هذا يكون genital، هذا الديفكت اللي يصير بالقلب أو دورات أو الكواير effect أو choir defect، قد تصير من نتيجة أمراض مكتسبة أخرى، يمكن قد يأثر على القلب فيأثر على البم، يعني effect for the heart ability to pump and وبالتالي قلل كمية الأكسجين supply to the tissue، فتقلل كمية الأكسجين اللي يضخ إلى الأنسجة. نسأل المريض have you ever had rheumatic فيفر؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ ريماتيك approximately 40% of people with rheumatic fever may be develop rheumatic carditis. زين ليش؟ لأن 40% من الناس اللي عندهم rheumatic fever يمكن قد يتطور إلى rheumatic كارديتس، فهنا تخلون على الإشارة على 40% of the people with the rheumatic وتربطوها بالروماتيك كارديتس. نسأل المريض هاي سعدنا خلصنا من الميديكال سيرجس، نسأل على من الميديكال هيستوري، هسه حنسأل على السيرجيكال هيستوري. نسأل المريض have you been ever had cardiac surgery، يعني عندك قبل عملية بقلبك؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه البريفيس هارت سيرجري، تخلون على إشارة على البريفيس هارت سيرجري، يمكن أن نسوي تشينج بالهارت ساوند ديورينج أسكلتيشن، يعني أنت ودي تسمع بالهارت ساوند احتمال تسمع أصوات، ها أصوات غير طبيعية، يعني غير مألوفة عندك، غير طبيعية. فهذه لما تسأل المريض يطلع هو مسوي عملية بالهارت، يعني مثلا مسوي صمام صناعي artificial valve، فهذا شنو هذا؟ إلى صوت خاص، من أنت تخلي السماعة هتسمع صوته، الصوت لما تسأل المريض هيقول لك أنا بسوي عملية صمام. لهذا السبب إحنا شنو نسأل؟ نسأل المريض على الكارديك سيرجري. نسأل المريض بالفاميلي هيستوري، هسا على الفاميلي هيستوري، إز ذير هيستوري أوف هايبرتنشن أم أي مايوكارديال إنفاكشن كورناري أرتري ديزيز دي إم دايبيتيك ميلايتس إن يور فاميلي. نسأل المريض إذا كان أكو أي أحد من العائلة عنده هذه الأمراض. ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه احتمال هو genetic predisposition to this risk factor increase the incline chance for development of heart disease. يعني احتمال هاي الصير هي وراثية genetic، وها تعتبر واحدة من risk factor for the heart disease، هاي الأمراض. هسه عندنا باللايف ستايل، نسأل المريض باللايف ستايل do you smoke and how many bags of cigarette per day for how many years. نسأل المريض إذا كان يدخن وش قد عدد الباكيت، وش قد عدد السكر اللي يدخنها باليوم، وش قد صار له كم سنة. ليش نسأل هذا السؤال؟ لأن السكر سموكينج هو تعتبر increase the risk of heart disease. نسأل المريض أيضا what type of stress do you have in your life، شنو نوع الستريس اللي يتعرض إلى بحياته؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ لأن الستريس هو يعتبر واحد من الريسك فاكتور فور ذا هارت ديزيز. نسأل المريض do you exercise and what type of exercise and how often. نسأل المريض
انت تسوي رياضة، وشنو نوع الرياضة اللي تمارسها، وايش كم مرة تمارسها، هاو اوفن. ليش هذه نسأل السؤال؟ لان السيدنتري لايف ستايل از ناو از ان موديفايبل ريسك فاكتور كونتريبيوتنج تو ذا هارت ديزيز. يعتبر السيدنتري السيدنتر لايف ستايل تخلون اشاره عليها وتربطوها بالريسك فاكتور وتو ذا هارت ديزيز، يعني واحده من الاسباب اللي تسبب الهارت ديزيز. نسال المريض هاو ماني بلوز دو يو يوز تو سليب، ايش كم وساده تستعمل يمن تنام. ليش نسال هذا السؤال؟ لانه الاورثوبنيه شباب هاي تخلوها اشاره عليها، الاورثوبنيه هي از ان ايبلتي تو ذا بريث وايل سومان بوزيشن. يعني احنا مثل ما نعرف انه شنو الاورثوبنيه، انه ما يقدر ينام المريض بدون مخده، ما يقدر ينام من السلق بدون مخده، او هاي تنتج من نتيجه من واحد يصير اكو كومبرس بالهارت فاكشن، يا من يصير اكو ضعف وظائف القلب. نسأل المريض have you ever had lipid profile. نسأل المريض إذا كان عنده تاريخ، يعني إذا كان عنده زيادة دهون بدمه، فايل ما زيادة دهون بدمه. ليش نسأل هذا المريض؟ لأن dyslipidemia. طبعا شباب هسه احنا وصلنا الى الاوبجكتيف داتا، والاوبجكتيف داتا مثل ما تعرفون هذا السيستم هو يعتبر من السيستمات الكبار. فليش الكبار؟ لانه يحتوي على الفور تكنيك. هسه اول تكنيك اللي احنا حنستعمل به هو الانسبكشن. احنا حنسوي انسبكت ذا كلاينت سكين اند هير. المفروض انه الفيشل سكين كلر شود بي يونيفورم، يعني هذا مثل مالتكم انتو السكين المفروض هو يونيفورم. لكن الشيء الغير الطبيعي شباب هو اللي يهمنا، بعض تربطون الفلاش سكين هذا تخلون اشارة عليها وتربطوها، يعني اذا شفتوا فلاش سكن يعني شنو معناته المريض، يعني هذا دلاله انه المريض عنده روماتيك هارت ديزيز اور بريزنس اوف فيفر، هاي تربطوها بيها، او انكريز الكارديك اوت بوت may make skin warm. فشباب هذا السكين، هذا الفلاش، هذا الفلاش سكين هيك يصير شكله هذا. اما انه المريض عنده اما روماتيك هارت ديزيز او عنده فيفر او عنده انجريز بالكارديك اوتبوت، وهذا الانجريز بالكارديك اوتبوت هي اللي جعلت السكين يصير هذا بهذا الشكل الوارم. شباب ايضا هسه احنا وقاعدين دنباوع، ايش حنباوع؟ ايضا المريض مالتنا احتمال السكين مالته قلنا احنا فلاش اول شيء، احتمال هسه نشوفه كرايش. كرايش شباب لون رمادي، لون الرمادي الكريش، الكريش لون الرمادي undertone are often seen in client with coronary artery disease or those in the shock. شباب هذا المريض اللي هو هذا باعوا لونه، هذا يسموه كريش، هذا يسموه كريش كلر، هذا يسموه كريش كلر. فشباب هذا تربطوه وين؟ تربطوه بالكورناري ارتري، وتربطوه عندنا بالشوك، كورنال ارتر ديزيز وتربطوه بالشوك، يصير هيك شكله. فهيك لون الفيشل مالته، فشي يسمونه كريش. شباب قد يصير ايضا من الكلر الاخرى اللي احنا نشوفها عند الكلاينت مالتنا او عند المريض مالتنا، نشوفها ريدي كلر. شباب هذه تربطوها ريدي كلر، هذا تربطوه وين؟ تربطوه بالبوليسيثيميا اللي هو انجريز اور كوشن سيندروم، هذا عندنا ريدي كلر
هذه يصير ريدي كلر. شباب باعوا باعوا شلون شلون احمر يصير وجههم احمر. هذول المرضى اللي عندهم بوليسيثيميا اللي هي شلون زياده يصير بالار بي سي او الكوشن سيندروم، هذول تربطوها بيهم. قد يصير ان احنا بعدنا دنباوع على السكن، احتمال شي شوف بالسكن نشوف absence of body hair on the arm or legs may be indicate diminishing the arterial blood flow. باعوا هنا شون ماكو شعر absence of body hair، باعوا 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 ماكو شعر. هذا شنو دلاله؟ دلاله عند المريض انه عنده diminishing بالarterial blood flow، قله بالدم الشرياني. زين هسه واحنا ودين باوع، احنا حنباوع على الاي on the tissues surrounding the eyes. يعني نباوع ايضا على العين وعلى الانسجه المحيطه بالعين surrounding of the eye اللي هو تسمى عندنا البري اوربيتال اير. يعني احنا نباوع هنا، فالمفروض شباب ان الاي جاي يونيفورم نوت هاف بروت رايدنج ابيرينس. يعني المفروض هي مثل الاي مالتكم، يعني ما بارزه الاي مالتكم، لكن المريض مالتنا احنا اللي يهمنا ايش يصير عندنا. يصير عندنا بروت رايدنج ايز ار سين. هاي شباب تخلوني اشاره عليها، هاي ايش وقت تشوفوها هيك؟ هاي العين بروت رايدنج ايش وقت تشوفوها؟ شوفوها بالحاله الهايبر تايريدسم، تخلوني اشاره عليها. في حاله الهاي كارديك اوت بوت ستيت تخلون عليها اشاره، التندنسي toward to tachycardia and potential for congestive heart failure accompany that disease. يعني هنا طبعا هاي ايضا تخلون اشارة عليها بحالة congestive heart failure. يعني من هذا شنو يعني؟ تظهر العيون البارزة في فرط نشاط الغدة الدرقية، يعني في حالة الهايبر ثايروديسم، وفي حاوي يرافق هذا المرض ايضا حالات من يصير النتاج القلبي المرتفع هاي كارديك اوت بوت ستيتس، هتخلون عليها. وهاي الحالات هي تميل تندنسي تور تيكي كارديا، هاي العلامات مالته انه يصير عند المريض تيكي كارديا، يعني زيادة نحو عدم انتظام دقات القلب واحتمالية الإصابة and potential for congestive heart failure واحتمال الإصابة بفشل القلب الاحتقاني. فشباب هاي تخلون إشارة علي هذول المرضى شو يصير عندهم؟ يصير عندهم بروت رايدنج ايز، يعني يصير عندهم بروز في العينين. شباب هسه احنا ودنباوع على المريض مالتنا، حنباوع البري اوربيتال اريا. المفروض شود بي ريليتف فلات، يعني هي المفروض مثل مالتكم انه داير ما داير العين فلات، ما بيها بافنس، شود بي بريزنت يعني ما منتفخه داير ما دايرها. لكن احنا اللي يهمنا هسه المريض مالتنا، المريض مالتنا باعوا شي يصير داير ما داير عينها البري اوربيتال، يصير بافنس يعني منتفخه، وهاي تنتج من نتيجة أما فلويد ريتينشن يعني التباس السوائل may be edema or valvular disease أو دول اللي عندهم بأمراض الصمامات. طبعا احنا ما زلنا هسه بالانسبكشن، حنشوف ان انسبكت للسكلارا. السكلارا يعني بياض العين لازم يصير وايت ان كلر، ان كلر يعني مثل بياض عينكم تكون بيضه البياض العين مالته،
والكورنيا القرنية should be without an arcus، يعني ما تكون بيها أي قوس، وتصير which is ring in like structure، يعني مثل هذه باعوا ring، يعني مثل الحلقة تصير القرنية. زين، هاي الشيء الطبيعي هذا مالتكم، لكن احنا هسه اللي يهمنا عندنا المريض مالتنا. المريض مالتنا blue color in the sclera is often associated with the Marfan syndrome، يعني غالبا ما يرتبط اللون الازرق في في ال في بياض العين يكون بمرض اللي هو اسمه مارفن سيندروم، يعني متلازمة مارفن سيندروم. وهذا هو مرض is degenerative disease in the connective tissue، مرض تنكسي يصير في النسيج الضام، والذي which over time may be causes، ومرور الزمن قد يسبب بالتمدد الشريان الأبهر، which causes descending aorta to other deleted or dilated or dissect، يعني أو يصير انسلاخ بالشريان، أما يصير تمدد مرور الزمن، أو قد يصير انسلاخ بالشريان الأبهر، وهذا يقود leading to abrupt death، قد يقود هذا إلى الموت المفاجئ. فشباب هسه بهذا السلايد شنو المهم؟ المهم شنو؟ انه تخلون اشاره على السكليرا اللي هي تكون شنو؟ تربطوها واج كلر، يعني بتكون بيضه، هاي ماشيين بها، هاي طبيعيه. الكورنيا القرنيه تربطوها بانه يا ما بيها ان اركس without an arcus، يعني ما فيها اي تقوس، وتصير شكلها على شكل رينج، اي تربطوها، تربطون قرنيه بالرينج اللي هو لايك ستراكشر، يعني شكلها على شكل هذا رينج، يعني حلقه. هسا خلصنا من الطبيعي، هسا اللي يهمنا الشيء الغير الطبيعي، تربطون انه البلو كيلر اللي يصير بالسكلير بياض العين، هذا شنو تربطوه وين؟ تربطوه بمارفن سيندروم، تخلون اشاره وربط بيناتهم. وطبعا هذا المارفن سيندروم شو يسبب؟ هو يعتبر من الكونكتيف تيشو، اللي يعني من الامراض النكسه اللي يصير بالكونكتف من نسيج الضام، وهذا مرور الزمن قد يؤدي انه يسبب بالشريان الابهر النازل descending aorta to other، قد يسبب اما dilated او قد يسبب dissect، يعني يسبب انسلاخ او توسع او تمدد بالشريان الابهر، وهذا يقود leading to abrupt death، يقود الى الموت المفاجئ. زين شباب هسه طبعا الان اركز in a young persons، يعني إذا شفنا أكو حلقة حول القرنية، فمعناتها هاي شنو انديكيت إلى الهايبر كوليستريميا، يعني إنه زيادة الدهنيات بجسم المريض. فالآن أركس هذا اللي هو إذا شفناها عند المرضى، ف
فهذا indicate for hypercholesterolemia. هاي تربطوها الآن أركس بالهايبركوليستيريميا. باعوا هذا هو الأركس، هذا القوس اللي يصير على القرنية. المفروض هاي القرنية احنا عندنا مثل ما شفتوها انه ما بيها قوس وتصير على شكل حلقة، لكن هنا عند المريض اللي عنده زيادة بالدهنيات ابو الهايبركوليستيريميا شي يصير؟ يصير عنده قوس على القرنية. زين، هسه شنو عندنا؟ الكونجنكتافيا should be pinkish in color and the eyelid should be small. يعني انتو عندكم الملتحمة مالت العين تكون pinkish color وردية، والايليد الجفن يكون سموث، هذا عندكم. لكن احنا هسه اللي يهمنا المريض مالتنا، المريض مالتنا ايش يصير عنده؟ يصير عنده زينثلايسيميا اللي هي تصير ار يلو كلو كوليسترول دايباس on the eyelid which indicate premature atherosclerosis. يعني اهدان شنو يصير؟ الزينثايلاسيميا هو عبارة عن رواسب صفراء من الكوليسترول على الجفون، وهاي يشير الى تصلب الشرايين المبكر. فهنا هسه احنا اللي يهمنا هذا الزين ثايلاسيميا، هاي تخلون خط عليها. وشنو معناته؟ هو ان يلو كوليسترول دي بايس اون ذا ايليد، هنا تخلون اشاره عليهن، هاي انديكيت فور شنو؟ بريماتشور اثيروسكلوروسيس. شباب هسه احنا ودن باوع حنباوع عندنا اللبس، فاحنا المريض مالتنا المفروض الشيء الطبيعي هو مالتكم انه اللبس جايه يونيفورم، يعني كلهم تشابه ما بيها اي without any underlying tinge of blue of blueness، يعني ما بيها اي صبغة زرقاء. لكن هس احنا اللي همنا المريض مالتنا يصير blue tinge lip may be indicate for cyanosis which is often a late signs of inadequate tissue perfusion. يعني المريض مالتنا قد نشوف الشفة مالته الزرقاء، وهذه يشير على علامة متأخرة. يعني هسه تخلون على البلو تنج ليبس هاي وتربط طوها بالليسانس اوف ان ادكويت تيشو برفيوجن اللي تكون علامه متاخره من علامه من عدم كفايه نضح الانسجه. هسه طبعا وصلنا الى الانسبكت ذا هيد بوزيشن. المفروض انه the client should be able to hold the head steady، يعني انه يعني المفروض الشيء الطبيعي هو انه مثلكم، يعني الهيد يكون ثابت. لكن احنا الشيء الغير الطبيعي اللي يهمنا يعني هنا الشيء يصير عندنا rhythmic head bobbing، يعني التمايل الإيقاعي للرأس يصير up and is down للأعلى وللأسفل in synchrony with heart beat، يعني يصير بالتزامن
تزامن مع ضربات القلب، وهذه المواصفات بعد تخلوني هنا عيدي إشارة ريثمك هيد بابينج، تخلون إشارة عليها وتربطوها، هاي كاركترستيك مالت من مالت السفير أورتيك ريجاجريتيشن، يمن واحد يصير عندي هذا عدم كفاءة الصمام الأبهر، which reverberate upward اللي هو اللي يتردد صدى إلى الأعلى toward باتجاه الرأس، أو ناتج great toward the head greated by pulsation where of the regurgitation of blood. طبعا هنا ناتج عن النبض، وهذا النبض الناتج عن رجوع الدم. طبعا هسه انتو شو تسوون بهذا، يعني بهذا السلايد هو انه تأشرون على rhythmic head bobbing وتربطوها اللي هي الاب اند داون، يعني يصير التمايل يقع على الرأس صعدة ونزلة اعلى واسفل، وهذا يرتبط وين، وهذا شنو علامات السفير اورتيك ريجايجريتيشن، وهذه تحدث نتيجه للصدى اللي يصير ريفربريت اب وورد تاور ذا هيد. هذا الصدى اللي يحدث الصدى إلى الأعلى باتجاه الرأس، وهذا ناتج من نتيجة أنه البالسيشن اللي يحدث مع كل رجعة دم، يعني by the pulsation where of the regurgitation blood. طبعا احنا ما زلنا بالانسبكشن، حنسوي انسبكشن ذا اير لوبز، المفروض انه شحمة الاذن الاير لوبز يعني should be relatively and smooth without crises except injury is present. فالمفروض انه شحمة الاذن مثل مالتكم، يعني جاية سموث وما بيها اي تجعدات الا اذا كانت اكو جرح. هذا الشيء اللي هو عندكم الشيء الطبيعي، لكن هذا المريض مالتنا bilateral ear loop كريسز، يعني اكو تجاعيد قد يصير بيها مثل هاي التجاعيد، هاي يصير مرافقة associated with coronary artery disease. فبهذه شنو انه بعد الساي شنو تخلون by literal الإير لوبز كريسز، يعني هاي التجاعيد اللي تصير بشحمة الأذن تكون مصاحبة للكورنر أرتر ديزيز، إير لوبز كريسز وتربطوها بالكورنر أرتر ديزيز. هسه احنا بنسوي طبعا انسبكت، حنسوي inspect the hands and finger. فالمفروض انه الفينجر نيلز جاي نيلز relatively flat and pink with white crescent at the base of each nail. يعني المفروض انه الاظافر الاصابع تكون مسطحة وتكون نسبيا وردية اللون مع هلال ابيض عند قاعدة كل اظفر، white crescent at the base of each nail. هذا الشيء الطبيعي مالتكم. هسه احنا اللي يهمنا الشيء الغير الطبيعي هو الكلوبينج، may be associated with the sinuses، يعني هاي تخلون الكلوبينج
وتربطوها بالساينوسيز، والكلوبينج ايضا تربطوها بالانفكتيف اندوكاردايتز. الانفكتيف اندوكاردايتز احنا مثل ما اخذناها شيء يصير بالمحاضره مالتنا باعوا، يصير بكتيريا انفلتريشن اوف ذا لاني اوف ذا لينينج اوف ذا هارت شمبر، من نتيجه انه هاي البكتيريا اللي تغزو البطانه مالت مالت الشمبرات مالت الهارت. قد نشوف ايضا هسه هاي احنا يجوز هذا الكلوبينج اللي هو يعتبر الغير الطبيعي، قد يصير شي شغله اخرى غير طبيعي نشوفه عند المرضى مالتنا، نشوفه ريد لانز اور سبلندر هيموريج ان ذا نيل، يعني اكو خطوط حمراء تحت الاظفر، هاي نشوفها ويا من يمن واحد عنده انفكتيف اندوكاردايتس. شباب هذا الحكي احنا يمن اخذنا الانفكتيف اندوكاردايتس هذا محاضره البالغين، فعرفنا انه عندها علامات، من ضمن العلامات مالتها هو السبلندر هيموريج. هاي شلون تصير ريد لانز اور سبلندر هيموريج ان ذا نيل، تكون هذه ار اولسو ويز تكون هي واحدة من علامات الانفكتيف اندوكاردايتس. شباب بس احنا ودين باوع ايضا حنباوع على الليكس فور سكين كيلر اند هير ديستريبيوشن. المفروض انه السكين كيلر اند هير ديستريبيوشن از موشن بيفور، يعني يكون متوزع مثل ما احنا شو قلنا من قبل انه لازم يصير ايضا الليكس تصير فري فروم اديمه، لكن احنا المريض مالتنا اللي عنده هارت فيلر تربطون الهارت فيلر او الفينوس انسفيشنسي، وين تربطوها بالسولينج اور الاديمه، يعني يمكن هذا ابو الهارت فيلر يصير عنده اديمه، وكذلك ابو الفينوس انسفيشنسي قد يصير. طبعا هسه احنا وصلنا للانسبكتد جوجولار فين. طبعا قبل ما نبدي بالانسبكتن ذا جوجولار فين شوي نحكيكم عن البروسيجر مالته. البروسيجر مالته هذا البروسيجر شنو؟ انه نبوت ذا بيشن اور كلاينت، يعني مريضك ونخليه بوضعيه ان سوبان بوزيشن، ومع anywhere from 30 to 40 degree angle، يعني نرفع الهيد مالت السرير مالته بدرجة من 30 إلى 40 degree، وremove for the below ونرفع الوسادة حتى نمنع flexing of the neck، حتى نمنع من انحناء الرقبة. بعدين طبعا تيرن ذا كلاينت هيد سلايتلي اواي، يعني شويه يدير راسه للجهه الاخرى اللي هي بعيده عن الفحص، ويجيب الفحص عندنا دايركت سترونج لايت اون تو ذا نيك، يعني يسلط ضوء على الرقبه ويباوع لوك فور ذا جوجولار فين. هسه احنا هاي سوينا البروسيجر ودنباوع على الجوجولار فين. طبعا انتم مثل ما تعرفون الجوجولار فين هو نوت فيزبل، يعني ما نقدر احنا نشوف اي من الكلاينت يكون بوضع الابرايت بوزيشن، يعني من هو وقاعد. لهذا السبب احنا نسوي له هذا البروسيجر انه النايمه ونرفع السرير مالته. طبعا احنا شو نشوف الاكسترنال جوجولار هذا وين يقع مكانه، لازم انتم تعرفون تشريحيا وهذا هو مهم. الاكسترنال جوجولار فين هو لوكيتد ابوف ذا سترينو كلويدو ماستون، يعني هذا انتم تخلون اشاره على الاكسترنال جوجولار فين وتربطوها. وين تربطوها؟ تربطوها بالهذه العضلة اللي هو سترونكلايدو ماستود.
في حين انه الانترنال جوجولار فين هذا وين يصير؟ الانتيريور جوجولار فين يصير يقع behind these muscles ويقع بالميديال from the external jugular، يعني من الجانب الانسي يصير بالاكسترنال من ناحيه الاكسترنال جوجولار فين، ومن الجانب ولاترال تو ذا كاراتيد ارتري، يعني من الجانب الوحشي للشريان السباتي. احنا الشيء اللي احنا نشوفه انه من الواضح انه ابفيوز بالسيشن اوف ذا جوجولار فين ذات ار بريزنت دورينج انسبيريشن اند اكسبيريشن. نشوف طبعا يمكن انه نشوفه نشوف عندنا البالسيشن مات جوجولار فين during inspiration و expiration، هاي إذا نيمنا أي واحد منكم. لكن هذا الشيء يصير متزامد coincide خلوني إشارة عليها with arterial pulse، قد يكون متزامن مع الارتريال، يعني نشوفه ويا الارتريال بالس. هاي وين نشوفه؟ في حالة سيفير كونجستيف هارت فيلر، في حالة يما واحد عنده عجز القلب الاحتقاني. شباب هنا عندنا بالستايد الثاني بينكم شو وين يقع الانترنال جوجولار فين، مثل ما قلت لكم يصير بيهاند ويصير عندنا لوكيتد فور ذا هنا عندنا ميديال تو ذا اكسترنال اند لاترال تو ذا كاروتيد ارتري، يعني من جهه الانسيه للاكسترنال جوجولار فين ومن جهه الوحشيه للكاروتيد الشريان السباتي. انسبيك ذا نيك فور ديستنشن اوف ذا جوجولار فين، يعني احنا نشوف انه هسه احنا حنفحص نشوف اكو ديستنشن بالجوجولار فين، فاحنا مثل ما سوينا البروسيجر. فشلون نقيس شباب؟ اها شلون نقيس الديستنشن حتى نعلمكم شلون نقيس؟ طبعا مطلوب من عندنا مسطرتين، مصر وين نخليها على لويس انكل او استيرنال انكل. طبعا هاي الصورة توضح لنا وين صاير الاستيرنال انكل او لويس انكل. شباب هذا العظم يسموه العظم المانيبيريوم، هذا بون، هذا باعه المنطقة اللي يلتصق بها ويا البوديومات الاستيرنام، هنا تصير اكو زاوية يسموها هاي الزاوية اللي هي تصير when the second rib attach to the sternum، يعني هنا تصير هاي الزاوية على الضلع الثاني، على الضلع الثاني، هاي يسموها شي يسموها external ankle او يسموها لويس انكل. هسه عرفتوا هاي لويس انكل وين صايره على الضلع الثاني منطقه الاسترنم. هاي عندنا هذا، هسه كل واحد منكم يقدر يتحسس هذا الجزء شو يسموه الميبريوم الاسترنم، اللي هو هذا الجزء ها العلوي من الاسترنم، وهذا منطقة اتصال هذا العظم مالت المينيبيريوم بالاسترنم. هاي تجي الزاوية وهاي تكون محاذاة تقريبا محاذاة وين التو السكند ريبس. زين هسه عرفنا هذه المنطقة، باعوا هنا هاي عندنا هاي السكند ريبس، هاي هذا لويس انكل او استرنم انكل. زين بس شلون احنا نقيس الديستنشن؟ احنا شو نسوي؟ احنا قلت لكم البروسيجر انه نخلي المريض سبان بوزيشن وريليف فور ذا بيلو ونسلط الضوء سترونج لايت ونلاحظ البالسيشن بالانترنال جوجولار او بالاكسترنال جوجولار بالسيشن. طيب شباب المسطره
هاي اللي احنا بيها المراقبة، وين الخلية خليها على منطقة الانكل اوف لويس، لويس انكل او السيرنال انكل اللي هي على السكند ريبس. ومسطرة اخرى نرسمها خط وهمي بين البالسيشن اللي احنا بنشوفه بالرقبة وبين المسطرة، فالمفروض الطبيعي هو من 2 الى 3 سنتي، يعني اذا نقيس هنا المسافة صير من 2 الى 3. بقى شباب هاي الصورة الثانية، هاي هنا هاي بقى المسطرة خلها وين؟ منطقة لويس انكل او استيرنال انكل. زين هنا شاف اكو البالسيشن، هنا خط رسم وهمي بين البالسيشن اللي شافه بالنك وبين المسطرة. الارتفاع حيجي هنا نشوف ايش كم سنتيمتر، هنا ينقاس كم سنتيمتر هذا الارتفاع مالتن. بعد هنا من تجيب المسطرة، هنا شفت البالسيشن، لازم هنا هذا الخط خط يصير عدل، مو يصير عوج وانما يصير عدل، لازم يصير زاوية 90 درجة. باعوا خط عدل، خط عدل مو عوج، خط عدل. زين هسه شباب باعوا هسه هنا نرجع، هسه تعلمتوا شلون نقيس الديستنشن. باعوا هسه جيولار فين نورمالي ديستنتد اونلي 3 سنتيمتر above the sternal ankle، او دورات يقول لك من اثنين ونص الى ثلاثة ونص، فهذا هي ماشي. يما الكلاينت يصير lying in 45 degree. زين طبعا هنا distension of the neck، يما يصير اكو distension بالنيك، لما ترتفع هاي الدرجة معناتها اكو distension of the neck indicated of the levation، اكو زيادة بالسنترا فينوس بريشر، وهذا يصير دائما ويا الكونجستيف هارت فيلر في حالة الفلويد اوفرلود او في حالة البريشر، يعني يصير on the superior vena cava. شباب سال distension of the neck تربطوها وين؟ تربطوها بالكونجستيف هارت فيلر، تربطوها في حالة الفلودي من يصير اوفرلود او يصير في حالة البريشر، يعني يصير بالسوبيريا فيني كيف. طبعا هسه احنا وصلنا للانسبكشن مال ذا كاروتيد ارتري بالسيشن، فاحنا حتى نسوي انسبكشن للشريان السباتي لازم احنا نخلي المريض the client lying at the 45 degree angle، يعني نرفع السرير مالته بدرجة 45 درجة. فشباب الشيء الطبيعي انه هذا الكاروتيد ارتري لوكيتد lateral to the trachea، على الجانب الوحشي من التريكيا، ويكون هذا على عند ان جروف ميديال تو ذا سترينو جلايدو ماستوتد، يعني على جانب الانسي من العضله الغشائيه، من العضله الغشائيه من عضلة القصية الترقوية الغشائية. فالمفروض شباب احنا ودين باوع على الكاروتيد ارتري، يعني المفروض انه بالثنين يكونون موجودين ار فيزبل باي لاترال. لكن الشيء الغير الطبيعي من يصير باوندينج بالس، من يصير البالس قوي، هاي انديكيت فور ذا فيفر، هاي في حالة الفيفر، او قد يكون ابسنس اوف بالسيشن مي بي انديكيت فور ذا ابستراكشن، يعني انديكيت يعني اكو بس انسداد، وهذا الانسداد اما قد يكون انترنال يعني داخلي او خارجي بالاب هذا الارتري. طبعا احنا ما زلنا ايضا بالانسبكشن حنسوي انسبك the client chest observe for the respiratory pattern. المفروض شباب انه احنا ودن باوع حنباوع chest، فالمفروض هو التنفس مالت المريض هو
الشيء الطبيعي هو مالتكم، هو ريجولار ان ليبر، يعني مو مجهد، ماكو بي نو ريتراكشن، ما بي انكماشات. لكن في حالة البولميناري اديما از اوفن سيفير كومبليكيشن اوف كارديو فاسكولار ديزيز، ولكن يكون مجهد في حالة البولميناري اديما من كتصير كوحدة من مضاعفات الكارديو فاسك من امراض كارديو فاسكولار ديزيز، من امراض الاوعية الدموية دورات قد تصير بولميناري اديما واحدة من المضاعفات مالتها. طبعا احنا ودين باوع حنباوع على الفينات وذا تشيست مالت المريض، فالمفروض هي جاية مثل عندكم should be even distributed relatively flat، يعني يكون توزيع مالتها صير flat ما بارزات. لكن احنا المريض مالتنا اللي عنده abstraction process seen with the abstraction of the superior vena cava، شو يصير بها الأوردة مالت الصدر؟ يصير بها dilated، يصير بها distended، يعني يصير بها انتفاخات، يعني يصير بها أما توسع بها وصير منتفخة. فهذا صارت هيجي، يعني شنو انديكيت؟ اكو انسداد ابستراكشن بالسوبر فيني كيف الوريد الاجوف العلوي. طبعا هسه وصلنا الى الانسبكت ذا بري كارديوم انتر فور انتر تشيس فور بالسيشن. اول شيء من نسوي انسبكت البريكارديوم لازم احنا اوبزرف ذا اكلاين ان ابرايت بوزيشن، يعني نخليه بوضعية الجلوس، بعدين براها نرفع السرير مالته بوضعية 30 ديجري انكل. بالنسبة للفحص لازم يوقف إلى الجهة الرايت سايد and look for ويباوع بالانسبكشن. طبعا المفروض هو ما دام انسبكشن فاحنا نسوي اكسبوجر للتشيس ونلاحظ اوبزرف اوفر ذا 5 كي لاند مارك. الفايف كيز شباب هي منطقة الورتك اريا باعوا هنا اصير بالسكند انتركوستال سبيس تو ذا رايت، ومنطقة عندنا البولميناري اريا اللي هي بالسكند انتركوستال سبيس تو ذا ليفت، ومنطقة الاوربس اريا اللي هو بالثيرد انتركوستال سبيس تو ذا ليفت، ومنطقة اخرى اللي هو الترايكاسبيد اريا بالفورث انتركوستال سبيس to the left، ومنطقة الميترال area اللي هي بالفيث intercostal space. ولاحظ ايضا البوينت اوف ماكسيمم امبالسز هاي اصير بنفس بالمنطقة الابيكال area بالفيث intercostal space. طبعا هسه احنا الشيء الغير الطبيعي المفروض ان اذا الشيء الغير الطبيعي هو يمن احنا نشوف بالسيشن، يعني بس خفقه بالعربي which may be also called heavies or thrill، يمكن انه تسمى هاي البالسيشن يمكن نسميها heavies بالثقل او thrill يعني بس شيء رجفة. for self arising of the landmark، يعني هاي يصير بس خفقة نشوفها، هذه بخلاف الخفقة اللي احنا نشوفها بالأبيكال بالسيشن. بالأبيكال منطقة الأبيكال نشوفها هاي الخفقة البالسيشن بالأبيكال، هذه يعني يمكن ان نعتبره نورمال، لكن هنا احنا اذا شفناها هاي فورس الخفقة فيمكن انه نعتبرها abnormal وتحتاج انه تحتاج الى انه نسوي له evaluated.
This could be وهاي البالسيشن يمكن قد تكون من نتيجة من يصير عند الواحد عندنا valvular regurgitation، يعني مثلا عدم كفاءة الصمامات. في نتيجة لهذا إيش حيصير؟ حيصير إنه تضخم enlargement بالventricle، تضخم بالبطينين، أو قد يسبب هذا البولميناري أرتري dilatation، يعني توسع بالبولميناري أرتري. فهذه طبعا هاي الحالة احنا حناخدها ان شاء الله بالكورس الثاني الفالفولار ريجاجريتيشن، وحتشوفون شلون من جراء الفيزيولوجي مالتها شلون حيصير انلارجمنت بالفنتريكال، وشلون حيأثر بعدين بالاخير على البولميناري ارتري فيسبب دايليتيشن بي. اف ذا ليفت فنتريكال هايبر تروفي، اذا كان ليفت فنتريكال هايبر تروفي فالبونت ماكسيمم امبالسز اللي احنا قلناها بالنورمال تجي بالفيث انتركوستال سبيس، في حين هنا اذا صار اكو تضخم بالليفت فينتريكل فالبونت ماكسيمم امبالسز يمكن حصير ديسبليست، يمكن انه حتنحرف الى جانب فروم ذا فيث انتركوستال سبيس ان ذا ميد كليفيكلارنان، يعني حتنحرف عن مكانها، هي مكانها بالفيث انتركوستال سبيس بالميديكليفيكلارنان، لكن اذا صار اكو تضخم بالليفت فينتريكل صار هايبرتروفي، فما حتجي هاي بمكانها وانما حتنزاح عن مكانها. فهسه يعني من هذا السلايد الشيء المهم اللي احنا يمكن انه نقول عليه هو عندنا يمكن انه شوف الغير الطبيعي. أول شيء نانا الأشياء الطبيعية اللي نشوفها طبعا الأبيكال أمبالسز، الأبيكال أمبالسز تأشرون عليها، وهاي وين نشوفها؟ نشوفها بالفيفث انتركوستال سبيس. نشوف طبعا المفروض انه نشوف عندنا الفايف كي انه لازم تعرفون وشنو معنى الفايف كي. الفايف كيز اللي هي منطقة الأورتيك اريا، ومنطقة البولميناري اريا، ومنطقة الأوبس اريا، ومنطقة التراكاسبيد اريا، ومنطقة الميترال اريا. ولازم تعرفون انه البوينت ماكسيمم امبالسز وين يصير، اللي هي يصير بالفيفث انتركوستال سبيس من ميد كليفيكلار. هاي الشغلات هذني المهمه بهذا السلايد. لسه الشغلات الابنورمال اللي احنا المهمه بهذا السلايد هو البالسيشن، هاي تخلون اشاره عليها وتربطون هاي البالسيشن يمكن انه نشوفها في حاله الابنورمال. في حاله شنو؟ في حاله الفالفولار ريجاجريتيشن، اللي في حاله يمني يصير ان في الحالات اللي يصير بها ان لارجمنت بالفنتريكل، تخلون اشاره في الحالات اللي يصير بها بولميناري ارتري دايليشن. زين اذا طبعا اذا اف ذا فنت ليفت، في حاله انه ليفت فنتريكل هايبرتروفي تخلون اشاره عليها وتربطون البونت ماكسيمم امبالسز. فالبونت ماكسيمم امبالسز في حاله انه اذا كان عند المريض ليفت فنتريكل هايبرتروفي، البونت ماكسيمم امبالسز ما تجي بمكانها، يعني بالفيفث انتركوستال سبيس من الميديكليفيكلا، لا وانما يصير ديسبليس يعني منحرفه عن مكانها، تنحرف عن مكانها يصير ديسبليس لاترالي، يعني تنحرف عن مكانها. طبعا هسه احنا وصلنا الى البالبيت، بالبيت للكاروتيد ارتري. طبعا قبل ما نقول احنا الكاروتيد ارتري شو نسوي لبالبيت، طبعا احنا نريد نعرف مكان الكاروتيد ارتري، هذا لوكيتد لاترا تو ذا تريكيا، يعني هنا هاي التريكيا صار عندنا بالجانب الوحشي من التريكيا،
ويكون موجود ان جروف يعني بالأخدود اللي يصير بالميديال تو ذا ستراي تو ذا سترينو جلايتوماستود، يعني هنا هاي العضلة مالت يكون على الجانب الأنسي للعضلة القصية الترقوية الغشائية، هذا مكانه. زين احنا من نسوي بالبيت للكاروتيد ارتري المفروض بالبيت ايتش ارتري الترنيت، يعني كل واحد من عند ما يصير انه اثنينات من نفس الوقت وانما واحد واحد بالتناوب. واحنا ودنا نسوي بالبيت احنا حنشوف الامبليتد يعني الساعه مالته اوف بالس، نشوف الاليستستي المطاطيه اوف ذا ارتري، ونشوف اذا كان اكو اني اثرل، يعني اكو اذا كانت اكو اي بالسيشن بي. فالمفروض الشيء الطبيعي انه البالس بجيتين بجيت الرايت والليفت يكون سترانك يكون موجود اكول، والسترانك مالته هو 2 وما بي نو فايريشن ان سترانك فروم بي تو بي، يعني ماكو اي تغيرات بالنبض من نبض الى اخرى. والارتري المفروض هو الستيك مطاطي ان نو اثرل ار نوتد، البلس امبليتد يعني اكو بيه درجات المفروض انتو تعرفوها، ومثل ما تعرفوها احنا بالهيلث اسسمنت نطيناياكم بالبالغين نطيناكم اللي هو الصفر يعتبر ابسنس، والوان يعتبر ويك، والتو يعتبر نورمال، والثري انجريز، والفور باوندينج بالس. هذا الشيء اللي يهمنا عندنا شيء الغير الطبيعي البلس may be an equally may be indicate arterial construction or occlusion in one carotid، يعني احتمال انه هنا ايش تخلون البلس ان ان اكوالي، هاي بيا حالات يصير يعني ما يعني يكون مو ما متساوي. في حالة من يصير بالارتري كونستراكشن من يصير تقلص بالارتري، او في حالة انه يصير اكلوجين بهذا عندنا الشريان السباتي، قد يصير عندنا ويك بلس، هاي بيا حالات وحالة الهايبوفوليميا، يعني من تقل نسبة السوائل بالجسم، او في حالة الشوك، او في حالة من يقل الناتج القلبي اللي هو ديجريز كارديك اوتبوت. يمكن ان تكون لوس اوف الستستي، هاي تخلوني اشار عليها تقل المرونة مات الارتري، هاي بيا حالات في حالة الارتريوسكلوروسيز. يمكن قد يكون اثرال يعني بس بالسيشن يمكن انه نحس بها، هاي اذا حسينا بها فمعناته انديكيت اكو ناروينج اوف ذا ارتري، هاي الاثرال وتربطوها بالناروينج اوف ذا ارتري. طبعا احنا ما وصلنا الى البالبيد ابيكال امبالسز، الابيكال امبالسز مثل ما نعرف وين تكون منطقة الميترال بالميترال اريا اللي هي تصير اوفر ذا ميد كليفكلار لاين، ناخذ عندنا عظم الترقوة وناخذ منتصفه ونروح على المسافة الواقعة بين الضلع الخامس والسادس اللي هو بالفيفث انتركوستال سبيس. وطبعا نشوف احنا لما نيجي نلمسه نشوف سوفت فايبريشن سوفت فايبريشن، ونشوف عندنا تابينج سنسيشن يعني نشوف اهتزازات ناعمه و with each beat، والسايز مالتها نشوفها من 1 إلى 2 سنتيمتر. طبعا هذا الطبيعي، لكن احنا اللي يهمنا الشيء الغير الطبيعي انه الابيكال امبالسز may be
impossible يعني من الصعوبة نتحسسه بل عندنا any client with pulmonary emphysema في حالة انتفاخ الرئتيني وصير عندنا heavy which is forceful throes may be indicator increase the right ventricular pressure وزي وتكون طبعا هي زيادة قوتها وين تكون عند المرضى اللي عندهم زيادة بالانجريز رايت فينتريكل بريشر يعني زيادة الضغط البطين الأيمن وهنا نبدأ ابيكال امبالسز larger than 1 to 2 centi يعني إذا كانت الابيكال امبالسز أكثر من الحجم الطبيعي فهالشي يصير displaced يعني هنا يمكن displaced يعني تنزح عن مكانها فإذا انزحت عن مكانها معناته إن المريض عنده cardiac enlargement معناته عنده heart failure فشباب هذا شنو الشغلات اللي تمنا بهذا السلايد اللي هن إنه لازم نعرف إنه الأبيكال امبالسز وين مكانها هذه الشغلة مهمة ولازم نعرف احنا اذا خليناها شنو الامبليتد مالتها الامبليتد اللي هو السعة مالتها هي سوفت وفبريشن وصير تابينج سنسيشن with each beat يعني هنا يعني النبضات مالتها تكون على شكل اهتزازات ويا كل نبضة طبعا السايز مالتها هو من 1 إلى 2 سنتي هاي الشيء الطبيعي الشيء الغير الطبيعي انه تربطون الابيكال امبالسز امبوسيبل يعني يكون كلش صعب انه نحس بيا حالة البولميناري انفيسيما في حين تصير هيفي which is forcible throes هاي بيا حالات تصير يعني النبضة مالتها كلش قوية بيا حالات يمن يصير اكو زيادة في ضغط البطين الايمن increase the right ventricle هاي تربطوها وين تربطوها بالهيفي فورس فول ثروز اف دي ابيكال طبعا هنا تربطون الكارديك انلارجمنت اذا صار اكو زياده في حجم القلب او اذا صارت هارت فيلر فهنا حصير الابيكال امبالسز مور ذان 2 سنتيم معناته انه اذا صارت كبيرة فشنو حتنزاح عن مكانها يعني هنا الابيكال امبالسز اذا صارت لارجر دان 2 سنتي يمكن انه تصير ديسبليس يعني تنزاح معناته المريض عنده كارديك انلارجمنت تضخم بالقلب طبعا هسه احنا وصلنا للبالبيت فور ابنورمال بالسيشن يوز بالمر سيرفيس تو بالبيت ذا ابيكس يعني اذا قمة القلب والليفت سترن بوردر والبيس مالت القلب اللي هي قاعدة القلب فاحنا هاي بيش نسويها بالبالمر يعني هنا بالبيت فور ابنورمال بالسيشن يوز فور بالمر هاي تخليهن على البالمر سيرفيس وتربطوها بالابنورمال بالسيشن يعني الابنورمال بالسيشن احنا بيش نسوي البالبيت بيابرت باليد بالبالمر زين هسه الشيء اللي الطبيعي هو احنا من نسوي هذا البالبيت
بالتشيس بالبالمر. طبعا المفروض انه نو بالسيشن، ما نشوف اي خفقه، ما نشوف اي فبريشن، نو فبريشن، يعني ماكو بيه اهتزازات in the area of the apex or left sternum border or base، بقاعدة القلب وبالجهة اليسرى القصية. هاي ما نشوف ما نشوف اي بالسيشن او يعني اي خفقة او اهتزازات فبريشن. هسه اللي هن المريض مالتنا احنا ودي نسوي بالبيت، هذا المريض مالتنا احتمال يشوف الليث اثرالم اللي هو which feels similar to a bearing cut، يعني تشبه هاي الرجفة اللي احنا نحس لما نخلي ايديناتنا على ظهر القطة. اور بالسيشن، وهذا البالسيشن الخفقة دائما اصير associated with the great four or higher murmur، يصير يعني بالدرجة الرابعة من المرمر اللي هو يعني يصير نفخة من النفخة. طبعا هنا عندنا الشيء اللي يهمنا هو الثرال اللي هو نحسه مثل البيرنكات. يعني نقولكم شنو الثرال، تقولون هو يشبه البيرنكات اللي هو شنو مثل الرجفة اللي يصير على مثل الرجفة اللي يصير لما واحد يحس يجس ظهر البزون او بالسيشن. هذا او نقدر نقول هو بالسيشن يعني خفقان يكون مصاحب للجريت فور اوف ذا مرمر، الدرجة الرابعة مالت المرمر. طبعا احنا هسه وصلنا الى البالبيت فور هيباتيك جوجولار ريفلكسس. قبل ما نبدي هذا بس التيس اريد نحكيكم على البروسيجر. هذا البروسيجر شو نسوي، انه المريض نخليه سوبان بوزيشن ونقول ونرفع الهيد طبعا 30 درجه، ونقول للمريض الهيد انه تيرن تو ذا وان سايد، واحنا نركز طبعا لازم من سترونج لايت، ركز على الرق على النيك مال تحت توضح لنا الجوجولار فين، يتوضح لنا بعدين احنا شو نسوي. نركز على نقطة معينة على البالسيشن اللي مات الجوجولار فين. فاحنا خلال هذه شو نسوي، انه نطلب من المريض انه ياخذ ديب بريثنج اند هولد، بعدين احنا نجي نسوي بريسز بلو ذا رايت كاستل مارجن مثل هذا بقى شلون بريسز ذا لو كاستل مارجن، وهذا هذا الضغط عندنا يستمر من 30 الى 60 سكند. طبعا اللي هذا ليش احنا نسوي بهذا الفحص، يعني احنا من نضغط ايش حيصير بالجسم، حيصير طبعا امتيز فينوس بلاد اوت اوف ذا ليفر سينوسويد اند اي ديد ات از فوليوم 2 اوف فينوس سيستم. طبعا اللي حيصير انه حيفرغ الدم الوريدي من الجيوب من الجنوب الكبديه وينضاف للجهاز الوريدي. If the heart is able to pump additional volume, the jugular vein will be rise a few seconds and recede back to previous level. إذا كان القلب هو قادر على أن يضخ هاي الكمية الإضافية فحيصير بي distension. يعني بضع ثواني وبعدين يرجع الى وضعه الاصلي. طبعا اللي حيصير بعد هسه هنا يمن انه حتضغط التباية الضغطة ايش حشوف، حشوف الجيجولار فينوس حيصير بي ديستنشن. هاي بالطبيعي وبالغير الطبيعي يصير بهم ديستنشن. فبالطبيعي شنو، انه القلب قادر على ان يضخ هاي الكمية الاضافية اللي انحجزت يمن سواء احنا ضغط.
هسه باعوا with normal heart function، هنا هسه تخلون إشارة شي يصير، يصير diminution distension of the jugular veins quickly، يعني ما أنت ترفع إيديناتك بعد 30 إلى 60 سكند رأسا quickly يرجع أنه الفينس return to the level to the previous level. In case of right heart failure, the distension of the jugular vein assistance يعني انه هذا في حاله انه عجز القلب، فايش يصير؟ يصير ان هذا الديستنشن يبقى لفتره اطول. طبعا ايضا من ضمن عندنا التكنيك اللي احنا وصلنا لها هسه عندنا البيركشن، بيركس ذا كلانشز تو ديتيرمين ذا كارديك بوردر. طبعا احنا نسوي البيركشن، ليش نسوي البيركشن للتشيست؟ حتى نحدد عندنا البوردر، حتى نحدد محيط القلب. فهنا الشباب اللي خلينا نحكي لكم على البروسيجر، هنا بهذا البروسيجر انه من طبعا هنا بليس يور ستيشن فينجر ان ذا كلاينت اوفر ان ذا كلاينت اوفر ذا فيفث انتركوستال سبيس اون ذا ليفت سايد of the chest near the interior axillary line. يعني انت تخلي ايدك من الخط الامامي ها بمستوى بالفيث انتركوستال سبيس، يعني بالمسافة اللي بين ضلع الخامس والسادس، ومن الخط الامامي للأبط، ومن الخط الامامي للأبط، وتبدي عندنا بالبيركشن وتلاحظ تغير الصوت. فش يمن توصل انت الى قمة اول مرة، طبعا لان احنا مثل ما قلنا هنا بهاي المنطقة يجي بها اللانج، فيطلع لنا ريزونانس، بعدين لما تصل انت لقمة القلب حيتغير الصوت الى دونس. فهاي المسافة بالطبيعي دونس بيركشن ان ذا ليفت ان ذا ليفت فيث انتركوستال سبيس بالميديكلي فيكلار يصير ويحتوي وياخذ مسافه من 1 إلى 2 سنتيمتر. في حاله اكو تضخم بالقلب انيلارجد اوف ذا هارت انتز ادلت ساوند اون بيركشن اوفر ا لارج اريا ذان ذا هارت اوف نورمال سايز، اللي حيصير انه اذا تضخم القلب حياخذ الدول ياخذ مسافه اكثر من الطبيعي. شباب يعني هسه احنا وصلنا الى الاسكلتيشن ذا كاريتيد ارتري بالاسكلتيشن. طبعا قبل ما نحكي على هذا البروسيجر نحكي لكم شيء عن البروسيجر. طبعا هذا البروسيجر انه لازم المفروض انه كيب نيك ان نيتشرال بوزيشن، يعني نحافظ على وضعيه على رقبه المريض مالتنا بوضع طبيعي. بعدين لايتلي ابلاي ذا بول اوف ذا ستيثوسكوب اوفر ذا كاريتيد ارتري ات ثري ليفلز. طبعا يعني احنا نخلي جرس السماعه بثلاث مستويات، هي نخليها اول شيء ان بالانكل اوف ذا جو، ويعني بقاعدة العنق، وبالميد كليفكلار لاين اللي هي هذا الميد كليفكلار لاين، وبالبيس اوف ذا نيك في قاعدة العنق. وبعدين اسك ذا كلاين تو تيك بريث اند اكسهال فور ذا بريفلي وايل يو لسن، يعني نطلب من المريض انه ياخذ نفس بعدين يطرحه ويحبس نفسه بالوقت
الوقت اللي انت شنو تسمع للصوت. فهسه الشيء الطبيعي المفروض هو نو بلوينج اور اذر ساوند ار هيرد، يعني ما نسمع اي صوت. لكن الشيء الغير الطبيعي هو اللي يهمنا، نسمع صوت اللي هو عندنا البرويت اللي اور سويشنج، وهذا ينتج causes by a turbulent blood flow through a narrowing vessels، وهذا ينتج من نتيجة انه مرور الدم، اضطرابات مرور الدم بالأوعية الدموية الضيقة. طبعا من ضمن ايضا الاسكلتيشن اللي احنا لازم قبل ما نقول الاسكلتيشن طبعا بالتشيس، انه المفروض انه نعرف الاريات مالت الاسكلتيشن. طبعا الشباب هذا الرسم مهم بالاريا بالاورتك اريا، لازم انتم تعرفوها وين تصير. تصير بالسكند انتركوستال سبيس، يعني بين الضلع الثاني وبين الضلع الثالث، to the right، بجهة الرايت. هسه عندنا البولميناري اريا، تصير بالسكند انتركوستال سبيس to the left. باعوا هنا شلون؟ زين، الاربس بوند اللي هي تصير بالثيرد انتركوستال سبيس، بين الضلع الثاني والضلع بين الضلع بين الضلع الثالث والضلع الرابع. عندنا الترايكاسبيد يصير بالفورث انتركوستر سبيس، او دورات يسمو يقولون بالفيث انتركوستر سبيس بعض الكتب، اللي هي هنا يصير يعني هاي المكان مالته اللي هو ويصير نير فور ذا ستيرنا. زين، من جهه الليفت المايترال فالف يصير بالميد كليفكلار لان، يعني هذا اذا ناخذ عظم الترقوة ناخذ منتصفه، ويصير بالميد وبالفيث انتركوستا سبيس. شباب هذه الاريات مالت الفالفات هي كلش مهمة، كلش مهمة. الاريات مالت الفالفات مهمة. فأسعدنا الأسكولتيشن يصير أسكولتيشن للهارت ريثم عن للهارت ريت عند ريثم. شباب طبعا احنا من سوى أسكولتيشن المفروض بذول الاريات اللي احنا قلناها، بالأورتك اريا وبالبولميناري اريا وبالترايكاسبيد اريا وبالمايترال اريا. فشباب الشيء الطبيعي اللي يطلع لنا الريت هو من 60 إلى 100، والمفروض هو الرتم مالته عندنا ريجولار. اما الشيء غير الطبيعي احتمال نسمع بريدي كارديا اللي هو ليز 60 بيت او تيكي كارديا، قد يكون مور ذان 100، او هاي ريزلت ان ميبي ريزلت ان ديجريز فور ذا كارديك اوتبوت، يجوز هاي يصير من نتيجه انه قلت الناتج القلبي. شباب هاي تخلون إشارة على البريديكارديا، تخلون إشارة على التكيكارديا، وتخلون الريزلت ليش هاي يصير. صير يمن يصير ديجريز بالكارديك أوتبوت. احنا ودنا نسوي اسكلتيشن، حنسوي اسكلتيشن للبالس ديفيسيت باي بالبيت ذا راديال بالس وايل اسكلتيشن ذا ابيكال بالس ان فول مينيت. شباب هذا عندنا البالس ديفيسيت مثل ما احنا قلنا بالادلت، احنا لازم ما يصير بس ممرض واحد يسوي، يطلع القياسات غير مضبوطه. لازم اكو تو نيرس بنفس الوقت، واحد ياخذ الراديال وواحد ياخذ الابيكال بالس 1 مينيت فل مع فل 1 مينيت. زين، اس الراديال اند الابيكال بالس شود بي ايدنتيفاي. هاي البالس ديفيسيت ديفرنسز، يعني اذا يصير اختلاف كبير بين الراديال وبين الابيكال بالس، هذا انديكيتد فور شنو؟ شباب هات خلون بالس ديفيسيت ديفرنس يعني اختلاف كبير،
إذا شفنا اختلاف كبير هاي انديكيت إن المريض عنده اتريا فبريليشن، تخلوني إشارة عليها. بريماتشور فنتركا كونتراكشن، تخلوني إشارة عليها. اتريا فبريليشن شباب معناتها معناتها التسارع الأذيني الغير المنتظم، أو معناتها او دورات شي يسموها الرجفان الاذيني. زين الفنتركل بريمتشور فنتركا كونتراكشن معناتها ضربات هاجره ذاتها منشأ بطيني، اند فيرينج ديجري اوف هارت بلوك، قد تكون حصر بالحزمه القلبيه. طبعا هسه احنا وصلنا ايضا للاسكولتيشن تو ايدنتيفاي اس 1 اور لوب سيستول and S2 دوب. طبعا ال S1 cross bonding with each carotid pulsation and is loads at the apex of the heart. طبعا ال S1 يتوافق مع كل نبضة في الشريان السباتي، ويكون مسموع أكثر صوته أكثر واضح وين منطقة الأبيكس أريا أوف ذا هارت، يعني في قمة القلب. في حين الـ S2 immediately follows after S1 and is loaded يصير عندنا at the base of the heart، يعني ال S2 يكون يجي بعد ال S1 ويكون أكثر وضوح أو أعلى، يكون بقاعدة القلب. ال S1 هو produced by the closure of the mitral and tricuspid valve leaflets يعني after entry of the blood to the right and left ventricle. يعني ال S1 ينتج من نتيجة انسداد الصمامات مالت المايترال، هنا المايترال والترايكاسبيد فالف، وبعد ما يدخل الدم يمن نصير مرحلة اللي هنا الكونتراكشن بالليفت اتريوم والرايت اتريوم، فيدخل الدم المن للليفت فينتريكال والرايت فينتريكال، بعدين براها حتنسد هذني الصمامات المايترال والفالف. يمن ينسدن حيطلع صوت البروديوس هو الاس 1 اللي هو اللوب. الاس 2 ينتج من انغلاق بروديوس باي كلوجر اوف ذا افورتيك فالف اند البولميناري فالف، وهذا ينسمع انه at the base of the heart منطقة الأورتا ومنطقة البولميناري أرتري. هنا طبعا بعد ما تصير مرحلة السيستوليك بالليفت والرايت فنتركل حينتفع الدم عبر الأورتيك فالف لكل أنحاء الجسم وعبر البولميناري فالف للبولميناري، فبعدين براحة تنسد ان هذني الصمامات الاورتيك والبولميناري فالف، يمن يصير كلوجر بهم حينتج لنا صوت اللي هو الاس والاس 2. فاذا هنا باع المخطط الاس 1 هو السيستوليك ستيلك باوز، يعني وقفة ال contraction وقفة التقلص، والS2 اللي هو الدايستوليك باوز يعني وقفة الريلاكسيشن، يعني اليمني هون القلب يصير في حالة راحة. فهنا شنو حينسدن هنا في وقفة السيستوليك هنا حينسد عندنا الماترال والترايكاسبيد، وفي وقفة الدايستوليك حينسد عندنا الأورتيك فالف والبولميناري فالف.
الاسكلتيشن اوف ذا اكسترا هارت ساوند نورمالي بالنورمال. احنا ما نسمع الاكسترا هارت ساوند يعني ما نسمع الاس 3 اس 4 المرمر الفراكشن راب هذا دي ما نسمعها. الشيء اللي نورمال احنا اللي نسمعها نسمع الاس 3 الاس 4 والمرمر اللي هذا يمن يصير عند المريض شنو استينوتيك فالف يعني اكو يعني اكو يعني تضيق بالفالفات وانه يمن نريد نسمع هذا بس لازم المفروض نسمعها بالبلمر السماعه يعني بالجرس مات السماعه. الفراكشن راب ايضا يمكن انه نسمعها عند المرضى مالتنا وهذه نسمعها during the systolic pulse في مرحلة عندنا من يصير عندنا التقلص systolic يعني contraction وقفة التقلص. طبعا هسه احنا وصلنا الى الاس 3 الاس 3 sound. احنا شباب مثل ما قلنا انه الاس 1 ينتج من نتيجة انغلاق من يصير كلوجر بالميترال فالف والترايكاسبيد فالف باعوا هذا الميترال وهذا الترايكاسبيد. هسه يجي الدم من الليفت اتريوم والرايت اتريوم يعبو يمن صارت مرحلة الكونتراكشن حيصير بيسنج اوف ذا بلاد ثرو ذا ميترال فالف وثرو ذا ترايكاسبيد انتو ذا ليفت فينتركل والرايت فينتركل. فايش حيصير؟ حيصير كلوجر دول الفالفات اللي هو الميترال والترايكاسبيد. اذا صار كلوجر فحتنطبق هذني الوريقات وينسمع صوت يسمى الاس 1. هاي شيء شو يصير؟ يصير الاس 1 اللي هو اللوب اللي هي مرحله السيستوليك باس. هسه ايش حيصير؟ تيجي مرحله ثانيه هنا حيتجمع الدم بالليفت فينتريكل وبالرايت فينتريكل. حصير مرحلة الكونتراكشن اللي هو شنو السيستوليك حيصير بالرايت فينتريكل وبالليفت فينتريكل فينتفع الدم عبر منو؟ عبر الأورتة الكل أنحاء الجسم ويندفع الدم عبر البولميناري أرتري للرئة. فحين بعدين براش يصير صرين سدن ذني الفالفات اللي هو الورتيك فالف والبولميناري فالف. فيمن يتنطبق الثنين يمن تنطبق الوريقات ما تصممت حيطلع صوت يسمى الصوت الاس 2. هنا بهذا الوقت تصير انه الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل يكونون مرحلة الدايستوليك فالدايستوليك باص. هسه احنا بالاس 3 يحدث برا فترة وجيزة من الاس 2 رأسا يحدث رأسا يعني امدي يسموه early diastolic. بعدين برا يمن يصير الاس 3 فحيصير دورة ترد مرة ثانية ترد شنو يجينا؟ يجينا الاس 1 بعدين الاس. فعلى هذه الدورة هسه نحكي لكم على الاس 3 مواصفات. شنو مواصفات للاس 3؟ شنو مواصفات فالاس 3 شباب؟ انه يما نريد احنا نسمع listen to using the ball of the stethoscope in the apex area يعني نستعمل عندنا هذا الجرس مالت السماعه ونخليه بمنطقه الابكس اريا بقمه القلب. الاس 3 يعتبر هو early diastolic occur shortly after S2 يعني يحدث بعد فترة وجيزة من الاس 2 والصوت مالته يكون soft and dull sound يعني باهت ناعم وانه ينسمع the left lateral position is best position for auscultation the sound يعني نخلي نخلي المريض على جانب ونبدي نسمع الصوت مالته. الاس 3 دورات نعتبره physiological يعني normally دورات نعتبره pathological حالة مرضية.
ايش وقت نعتبره يم اذا سمعناه ونعتبره انه فيزيولوجيكال تشينجز بالتشايلد، يعني الاطفال يم نسمع بيهم عندهم الاس 3 فنعتبر شنو؟ نعتبره نورمال. باليانج يعني بالصبيه يعني بالمراهقين يعني يمكن ان نعتبره نورمال. البريجننت في حاله المراه الحامل يمكن ان نعتبره even up of the to the age of 40 يعني الاعمار اللي فوق ال 40 يمكن ان نعتبره اللي هم بعمر 40 يمكن ان نعتبره اي ايضا فيزيولوجيكال. الكلاينت اوفر 40 كونسيدر يعني المرضى اللي اعمارهم فوق ال 40 يمكن ان نعتبره بايثولوجيكال. هذا عندنا الاس 3 شيء يسمونه لتسميه اخرى يسمى فينتريكال جالوب. It is pathological يمكن انه يكون signs of the congestive heart failure، يمكن قد يكون signs of congestive heart failure. شباب بس الشغلات المهمة بهذا شنو هو؟ انه بيش نسمع نستعمل بيش نسمع بالبول تخلون اشارة عليها، يعتبر early diastolic تخلون اشارة عليه. هذا هو شلون يسمع الصوت soft and dull تخلون إشارة عليها، يمكن أن نسمعها أحسن بيست أحسن بوزيشن إلى left lateral position. زين في حالة الفيزيولوجيك شنو الشغلة شو وقت نسمعها يعتبر فيزيولوجيك؟ بالشايلد، باليانج، بالبريجنت، بالفورتي بالعمار العمارهم المرضى اللي عمارهم 40. اللي إذا كان أكثر من 40 يعتبر بايثولوجيكال، ويعتبر بايثولوجيكال أيضا في حالة الكونجستيف هارت فيلر. ويمكن إيه ها كلها تخلون إشاير عليها، ويمكن إلى اسم آخر يسموه فنتركال. شباب عيني هسه إحنا وصلنا للأس 4. الأس 4 طبعا إحنا مثل ما قلنا الأس 1 نبدي لكم يظهر ميمن يصير أكو كلوجر بالمايترال والترايكاسبيد فالف. يمن يصير كلوجر ايش حيصير عندنا؟ ينسمع الصوت الاس 1 اللي هو السيستوليك بايز. بعدين براها طبعا يمر هسه الدم وين موجود؟ موجود عندنا بالليفت فنتركل وبالرايت فنتركل، فصير مرحله السيستوليك فيندفع الدم عبر الاورتيك وعبر البولميناري فاف. فهنا بعدين برا حصير حينسدن هذني الفالفات اللي هو الورتيك والبولميناري، فيمن ينغلقان يمن يصير كلوجر بالورتيك فالف والبولميناري فالف يطلع شنو الصوت؟ صوت اس 2. الاس 4 هو يعتبر هنا الاس 4 يعتبر ليد دايستوليك يعني الانبساط المتاخر، ويحدث قبل الاس 1 يحدث قبل الاس 1. مواصفات الاس 4 هسه حنقول لكم المواصفات مالت الاس 4 هو ايش. انا لما نيجي نسمع الاس 4 المفروض انه نسمعه بالبول اوف ذا سيستيثوسكوب ان ذا ابيكس منطقه الابيكس منطقه قمه القلب، ونستعمله بالجرس مالت السماعه، وهو يعتبر ليد دايستوليك ويحد مثل ما قلت لكم يعتبر هذا الصوت الانبساط المتاخر ويحدث قبل الاس 1. البوزيشن اللي نخلي المريض هو ليفت لاترال بوزيشن از بيست بوزيشن فور اسكلتيشن ذا اس 4. طبعا هو يعتبر هذا الصوت هو صوت فيري سوفت
ناعم جدا، و it may be physiological أو pathological. يمكن أن قد يكون physiological، يمكن أن سمعنا بالchildren هذا يعتبر normal، إذا سمعنا بالolder يعتبر normal، بالathletes اللي هم الرياضيين هذا يعتبر نورمال. يمكن قد يكون بايثولوجيكال انه يعكس الديجريز بالفنتركل كومبلنس ويكون موجود في حالة البايثولوجيكال. يمكن المرضى اهل الام اي نسمع عندهم، يمكن اهل الكورنري ارتري نسمع عندهم، يمكن اهل الاورتيك سينوس نسمع عندهم الاس 4، واهل الهايبرتنشن نسمع عندهم الاس 4. وهذا أن الاس 4 يسمى الاتريا جالوم ايضا. فهسه احنا الاشاير اللي تخلوها عليه شنو هنا على البلب اوف ذا ستيثوسكوب، هنا يعتبر ليد دايستوليك، هنا تخلون اشاره عليها البوزيشن ليفت لاترال بوزيشن. عندنا الصوت يكون سو فيري سوفت ساوند، تخلون اشاره عليها. شو وقت نعتبر فيزيولوجيكال نورمال بالتشيلدرن، تخلون إشارة بالأولدر أدلت، تخلون إشارة الأثلايتس، تخلون إشارة زين. شو وقت يعتبر بايثولوجيكال، تخلون إشارة بالأم آي، بالكورنر أرتر ديزيز، بالأورتيك سينوسيس، بالهايبرتينشن. اللي تسمية أخرى شو اسمه أتريال جالو، هناك في حين ذاك سميناه الأس 3 فنتركل جالو.